قطرة العين تفطر. هو احنا متفقين على ان فيه قاعدة بتقول بان ما وصل الى الجوف من منفذ معتاد او منفر معتاد، الجوف اللي هو يعني المريء والمعدة مزبوط. والامعاء وما شابه ذلك، ما دخل الى هذا الجوف، وطبعا الجوف ده مختلف فيه اختلاف كبير بين العلماء، لكن انا اقول بالقدر المتفق عليه بين العلماء، ما وصل اليه من منفذ معتاد يبقى ده اللي يؤدي الى الفطر ايا كان الواصل او ايا كان طبيعته. يعني الفم مثلا ده الطبيعي اللي هيدخل منه ايه؟ هيدخل منه ماء يشرب، يدخل منه طعام، يدخل منه فاكهه، ايا كان يعني يدخل منه، ممكن ماده جامده ما هيش لا طعام ولا، ممكن يدخل منه دواء. كل ما دخل هنا وجاوز هذا الحلق الحته ديت جاوزها ونزل وفطر يؤدي الى الفطر. حتى النقط بتاع الانف ممكن تسقط في الحلق. شتك اهو. يعني احنا عندنا الماده الاول اللي هو ده المنفذ الطبيعي. المنفذ الطبيعي مظبوط. ايه اللي ممكن يوصل لهنا؟ انا احتاج الى الخبره، احتاج الى الطب، نحتاج الى مين اللي يبين التشريح، المنطق التشريحي هنا. ده بيوصل ولا ما بيوصلش؟ احنا عارفين ده بيوصل لان احنا بناكل وبنشرب وناخد دواء وهكذا. ايه اللي هيصب فيه؟ ايه اللي هيصب فيه وبيوصل لفين؟ لكن الانف ما عرفتش انا ان هو بيدخل الا بشهاده الاطباء والا بشهاده التجربه. بان انا لما بنحط النقط بصيت لقيت حسيت بطعمها وهي نازله. مظبوط. خلاص يبقى ما دام نزلت فطرت. ما دام وصلت الى يعني نقط الانف تفطر. لو وصلت اذا وصلت الحلق. اذا وصلت، ما احنا العبره عزيز. بالوصول. عظيم. لان انت بتتمضمض، ما انت مزبوط. بتدخل الفم، مش مجرد دخول الفم طعام ولا ميه ولا دواء، المهم ان يصل يعني يتجاوز هذه اللي تمضمض ده وبلع ريقه. اللي تمضمض وبلع ميه خلاص فضل. لا ما اقصدش هو اخرج المياه لكن بلع ريقه بعد المضمض. لا دي ما فيهاش شيء، ما فيهاش حاجه، ما دام هو تحرز وخرج فلص. خرج. عظيم. ولذلك يكره في الصيام المبالغه في المضمضه. ايوه، ان هو يخد والاستحمام ايضا. لا المضمضه تحديدا. المضمضه ليه؟ لان هو الخضخضه الميه كتير في قد تؤدي الى ادخال شيء في الصالب. طب الاذن مثلا والعين هل يصل منها شيء ولا لا يصل منها شيء؟ العلماء قالوا لا، ده مش منفذ طبيعي للعين قطرتها، لا مش منفذ طبيعي. ولا والاذن الغالب اذا كان فيها يعني ثقب، فالثقب ده هو الذي ادى الى الوصول، لكن هي بطبيعتها لا. ولذلك القطره في الاذن ما دام هي سليمه ما فيهاش نقط في الاذن او قطره في العين لا مشكله لا فيها. لا اشكال فيها. طيب.